ما عندك حوكمة جيدة، ما عندك ديوان ملكي ومانع عمل وزراء تستطيع أن تدعم صنع القرار. هاجم ولي العهد السعودي الأمير محمد ابن سلمان النظام السابق قبيل اعتلاء والده الملك سلمان ابن عبد العزيز الحكم، وفند الدلائل والأسانيد التي تؤكد حقيقة إنقاذه للمملكة بعدما كانت على حافة الانهيار في وقت كادت نقطة صارخة أن تدفعه للتدخل بشكل أكبر. فما هي القصة؟ فتح ولي العهد السعودي الأمير محمد ابن سلمان قلبه في لقاء تلفزيوني، وبدأ يتحدث عن فترة النظام السابق وما عاشه خلال تلك الفترة من توتر وقلق بالغ بشأن مستقبل المملكة العربية السعودية، حيث كان يعتقد أن المملكة قبيل اعتلاء الملك سلمان الحكم على حافة الانهيار. وتحدث ولي العهد بصراحة متناهية عن حقيقة ما كان يحدث، مؤكداً أن 80% من الأشخاص الذين يتولوا حقائب وزارية غير أكفاء للمناصب التي توكل إليهم، مؤكداً أن الأمر لو كان بيده وقتها لم يكن يعين بعضاً منهم في شركة صغيرة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية. واستطرد الأمير محمد ابن سلمان أن طبيعة الحال في الحقائب الوزارية ومراكز اتخاذ القرار كانت تفتقد للقيادات بالغة الأثر بنسبة كبيرة للغاية. أما الخط الثاني من نواب أو وكلاء وزارة فكان شبه معدوم، وغالباً من يعمل داخل المملكة كان يعمل فقط لعمل روتيني، وذلك لتخليص بعض المعاملات والإجراءات. وأضاف ولي العهد السعودي أن الدولة كانت تفتقد للرؤية التقدمية واستهداف التنمية الحقيقية في تلك الفترة، فلم يكن هناك عمل استراتيجي أو تخطيطي لوضع بعض الأهداف الصالحة للمستقبل أو المستهدفات التي تعود بالنفع على الشعب السعودي الذي يستحق أكثر من ذلك. ولم يكن هناك فريق عمل بشري متكامل يساعد في البناء عليه نحو مستقبل أكثر تقدماً، كما أن الدولة كانت تفتقر للحوكمة الجيدة، وهو الأمر الذي دفعه للتدخل لوضع أسس قوية يكون من أبرز أساسياتها ديوان ملكي ومجلس وزراء قوي يستطيع من خلالهما دعم صنع القرار. وأكد ابن سلمان أنه قبل أي شيء كان عليه أن يبني فريق العمل البشري وكذلك ماكينة العمل، وهما أمران في غاية الأهمية تستطيع بلاد الحرمين الشريفين تحقيق منجزاتها كما هو مخطط لها بشكل علمي من خلالهما، ويساعد في إنجاز الفرص والإمكانيات التي تطمح لها المملكة بشكل عام. ولا أحد ينكر النظرة التنموية والتقدمية التي تعيشها الدولة السعودية بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز، ومن ورائه ولي العهد الأمير محمد ابن سلمان، حيث وضع سوياً الخطوط العريضة لرؤية المملكة العربية السعودية لمستقبل أكثر تقدماً، السعودية 2030، حيث تبحث السعودية منذ تولي الملك سدة الحكم عن التطور في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الرؤية التي صاحبها مجموعة من التغيرات الجذرية والقرارات الفورية الجريئة التي يدركها البعض على نطاق واسع، من شأنها وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة. وأنتم ما رأيكم في تصريحات ولي العهد السعودي بشأن النظام السابق؟